لقيت الدار كل القصف وكل حجار فوق الاولاد. الولد الثالث صار يصرخ بشكل هستيري ويعمل هيك في وجهه، بيعمل هيك وبيصرخ بشكل هستيري. قلت خلص ابني ناجي، هذا اكثر اصابه يعني له، اصابته في راسه، كان عنده كسر في الجمجمه، فاحتاج عمليه فوريه على طول من لحظه الاستقبال، احتاج عمليه فوريه. راسه من هنا فقد كثير دم، كان نزيف دموي وكسر، ففقد دم، صار دمه لستة، دمه 11 صار دمه ستة، واحتاج برضو وحدتين دم، وكان في غرز في راسه وغرز شظايا، يعني شظايا متطايرة في كل جسمه، وفي عنده جروح برضو عميقة في إيده في فخذته. واحنا بنلفلف من قسم لقسم من كتر الزحمه في المستشفى، يعني حتى وجود النازحين في المستشفى عمل ضغط كبير على وجود المرضى، يعني المستشفى الاحق للمرضى فيها، بس من كتر الضغط مش عارفين الواحد يروح، يعني صار خربطه كتير، لا في شاش في المستشفى ولا في محلول ولا في ادويه ولا في مسكنات ولا في اي شيء.